ينضم على مراسل وان نيوز من العاصمة بغداد مهدي غريب. مهدي أهلا بك. بداية يعني كيف ينظر المواطن إلى تلك القرارات والإجراءات بشأن سعر الصرف؟ تفضل. نعم هاجر، يعني قرارات البنك المركزي والقرارات الاقتصادية التي فرضت على المصارف العراقية والتي فرضت على المواطنين كانت قرارات مجحفة، خاصة القرار الأخير الذي يقضي بأن المواطنين المودعين أموالهم لدى المصارف العراقية مودعين أموالهم بالدولار وبالسعر 145 أو 150 أو 155 عندما يذهبون لاستلام مبالغهم المودعة يعطوهم بالدينار العراقي وبقيمة الدينار على كل دولار 132، بالتالي خسارة لكل دولار 20,000 إلى 23,000 دينار، فبالتالي هذا قرارات مجحفة. قبل قليل كنت أعمل يعني مادة صحفية بخصوص قرار البنك المركزي الأخير وأخذت عينات وحالات حول هذا القرار، خسارة لكل فرد ما يقرب من 200 إلى 250,000، بالتالي القرارات الحكومية والقرارات الاقتصادية هي تكون على حساب الفرد وعلى جيب الفرد وعلى يعني قوت الفرد. لا توجد هنالك أي قرارات ربما انتشلت المواطن العراقي بتحسين دخله اليومي، بل منذ عام 2020-2021 عندما ارتفع الدولار أو القيمة الإجمالية للدولار أمام الدينار كانت القرارات مجحفة، كنا نقصد على السلع الخدمات على الحاجات الرئيسية والأساسية التي يحتاجها المواطن بقوة يومي. هذه القرارات كلها ربما جعلت المواطن العراقي ربما تكون قوت عيشه أكثر، فبالتالي قرار البنك المركزي الأخير أضاف الثقل إلى الثقل الكبير منذ عام 2020 أو 2021 ولحد هذه اللحظة. طيب مهدي، لنتحدث أكثر بخصوص هذا الموضوع لكن على الحركة الشرائية بالأسواق، يعني كيف انعكست القرارات التي صدرت من البنك المركزي بخصوص الدولار لكن على الحركة الشرائية بالأسواق عندك في العاصمة بغداد؟ يعني هي توجد حركة شرائية يا هاجر في الأسواق العراقية وبالتحديد في العاصمة بغداد، ولكن هذه الحركة التجارية تكون مقتصرة على ذوي الدخل الجيد أو ذوي الدخل الممتاز ممكن، أما ذوي الدخل المحدود تكون الحركة الشرائية أقل. لو نقصد المادة التي كانت تساوي 1,000 دينار الآن تساوي 1,500 أو 2,000 دينار، فتكون بالضعف واحد تماما، فبالتالي هذه تؤثر أكيد، كل هذه القرارات تؤثر تأثيرا سلبيا على السوق العراقية وعلى العاصمة بغداد وعلى الفرد البغدادي بشكل عام، فبالتالي هذه القرارات ربما لم تنتشر للمواطن. حتى القرارات الأخيرة التي صدرت بخصوص الدولار كانت تصريحات متضاربة بين النواب البرلمانيون في مجلس النواب وبالتحديد اللجنة المالية وبين ما يتحدث فيه خبراء الاقتصاد، تكون خبراء الاقتصاد ربما هي الأصح حول موضوع الدولار عندما قالوا أن الموازنة أو في عند قرار الموازنة سوف يكون سعر صرف الدولار هو 132، ولكن عند قرار الموازنة وتطبيقها بقى سعر الصرف الموازي إلى 155، بل هنالك مخاوف بأن يكون يتحول العراق إلى لبنان بارتفاع السلع والخدمات وبأن يكون الدينار العراقي يعني عملته تتهاوى أمام الدولار نتيجة لا توجد هنالك قرارات. هذا إضافة يا هاجر إلى المصارف العراقية التي قيدت من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، أيضا أضاف ثقل كبير وقيد الدولار وحتى انحسر بشكل كبير. طيب مهدي، بسؤال أخير، يعني هناك من يتوقع أن تشهد المصارف اكتظاظا من المواطنين لسحب الدولار، يعني هل تم رصد شيء من هذا القبيل عندك؟ نعم يا هاجر، المصارف العراقية وأغلب المواطنين المودعين لدى المصارف العراقية يريدون سحب أموالهم بالدولار كما العملة التي تم تسليمها لدى المصارف العراقية، فبالتالي هذا القرار هو مجحف ولا توجد هنالك أي نية أو تعديل من قبل البنك المركزي لهذا القرار. سوف يتم لجميع المواطنين الذين ودعوا أموالهم بالدولار سيتقاضونها بالدينار وبسعر 132,000 دولار، طبعا قرار مجحف ولكن لا حيلة ولا قوة لدى المواطن تجاه هذه القرارات. نعم، من العاصمة بغداد مراسل وان نيوز مهدي غريب، شكرا جزيلا لك.